نرحب فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أجمل بداية، ومثل ما عودناكم في هالبرنامج أن نناقش أهم وأفضل المواضيع التنموية اللي تتعلق في التنمية البشرية وعلاقتنا في التعاملات اليومية سواء على المستوى الوظيفي أو حتى في شؤون حياتنا العامة. اليوم راح نتكلم عن موضوع جداً جميل وجداً مفيد نستخدمه في حياتنا اليومية، ويمكن كلنا نمر في هذه الظروف وهذه المعطيات في حياتنا بشكل عام. كثير من الأشخاص يقدمون أو يتكلمون أو يقولون بعض المفردات اللي ممكن تسبب لهم مشاكل كبيرة أو ممكن تعطيهم فرص جميلة وكبيرة في الحياة، وبعض الأشخاص يتصرفون بردود أفعال ممكن تؤدي إلى نتائج جيدة في حياتهم أو في علاقاتهم، وممكن تأخذهم إلى منعطف آخر سلبي جداً. مشاكل كبيرة ممكن تصغر، ومعطيات أو تحديات بسيطة ممكن تصير مشاكل كبيرة. كل هذه الأمور راح نناقشها في حلقة اليوم اللي عنوانها الحوار الذكي. عنوان حلقتنا اليوم راح نتكلم فيه في كيفية توطيد العلاقات وحل المشكلات، وإما أن احنا نخوض في تحديات الحياة بشكل معقد يزيد من تعقيدها، أو أن احنا نمر بالحياة بشكل يسهل أو يقلل من حدة ومستوى المشاكل والتحديات اللي نواجهها بشكل يومي. فإحنا كلنا في شؤون حياتنا سواء كانت في المنزل أو في العمل نمر بكثير من التحديات اللي ممكن تكون في علاقاتنا مع الآخرين أو في تواصلنا أو في تأدية مهامنا الوظيفية. إذا مرت علينا مشكلة أو شخص تسبب لنا في موقف معين، أول شيء إحنا نتصرف بتصرفات معينة، وهذه هي الأفعال الأولية لأي مواقف إحنا نمر فيها. يعني أنا مريت بموقف معين، صارت لي حادثة معينة، لنفرض أن أنا في العمل ومثلا كان مطلوب مني خطة عمل وأنا مو جاهز لتقديم خطة العمل هذه، فرح تصدر مني أفعال معينة، إما أفعال مثلا المفاجأة من الموقف أو أفعال الرضا والسعادة أن جاتني فرصة جيدة في العمل أن أنا أثبت نفسي وأثبت حقيتي وإمكانياتي، أو غيرها من الأفعال اللي ممكن أنا أخوضها في هذا الموقف. في مقابلها إذا دشيت في حوارات معينة مع أشخاص، مع مدير مباشر، مع زملاء عمل أو غيرها من الشخصيات، ممكن هني أنا أمر بمواقف وتحديات معينة تسبب لي ردود أفعال اتجاه هذه المواقف. فالإنسان بطبيعته يمر بكثير من المواقف اليومية تكون على شكل أفعال وردود أفعال. إذا كنت أنا المبادر الأول في الموقف فأنا صاحب الفعل، أما إذا كان في شخص آخر أو طرف آخر أو ظروف خارجية سببت لي أني أنا أكون في موقف معين، أني أنا أخذ مشكلة، تحدي، موقف إيجابي، فرصة ذهبية في الحياة، فهذه عبارة عن أفعال تيني من الخارج أنا علي مواكبتها أو الرد عليها بردة فعل جيدة وصحيحة. غالباً الإنسان يخطئ في ردة الفعل أكثر مما يخطئ بالفعل. ليش؟ لأن الإنسان يختار أفعاله وقراراته اليومية بإرادته، أما ردود أفعاله فهي تكون نتاج أو ردة فعل لما يقوم به الآخرون وما يقرره الآخرون. فإحنا في أيامنا العادية مثلا ممكن نختار متى نقوم الصبح، نختار مثلا وين نروح، إذا كانت في أيام العطل إحنا نقصد وين أتوجه، متى أركب سيارتي، شنو نوع اللبس اللي ألبسه. بس في أيام العمل أنا مطلوب مني أني أروح العمل في ساعة معينة، أني أقوم في مهام معينة، فأنا مطلوب مني ردة الفعل أكثر مما هي القرار أو الفعل اللي مبني على قرار شخصي أو اختيار شخصي. ففي العمل إحنا تكون عندنا مسألة ردة الفعل حاضرة أكثر، لذلك لازم ننتقي كلماتنا، ننتقي أفعالنا، ما نتصرف أي تصرف، ما نقول أي كلمة، لأن الإنسان ينفعل كثيرا في مسألة ردة الفعل أكثر من الفعل مثل ما قلنا في بداية الحلقة، لأن ما يكون المقرر الأول في الموقف. تينا قرارات إدارية من المؤسسة أن احنا نعمل وفق نطاق معين، بيئة عمل معينة، ظروف معينة، أعمال معينة نأديها، يمكن ما تعكس ارتياحنا، يمكن ما تعكس إمكانياتنا، يمكن ما تعكس أسلوب العمل اللي احنا نحبه أو نفضله. فهذه الأمور والأشياء اللي هي تكون خارج عن طبيعتنا أو منطقة الارتياح الخاصة فينا ممكن يخلينا في غير طبيعتنا، وحتى ردود أفعالنا يمكن تكون ردود أفعال سلبية أو أحياناً تكون فيها نوع من العدائية. ليش؟ لأن احنا مرينا في موقف لا يتناسب مع طبيعتنا أو اهتمامنا أو اختيارنا.
لذلك نلاحظ البعض يميل إلى إنشاء المشروع الحر أو المشروع الصغير، يكون هو المقرر الأول في هذه المسألة، يكون هو مدير نفسه مثل ما احنا نقول، بس أيضا في مسألة أخرى ينخدع فيها كثير من الشباب الكويتي، يعتقدون إذا هو ترك الوظيفة وراح للأعمال الحرة فهو بيصير مدير نفسه ويختار كل شيء في هذا العالم. بالعكس، احنا أيضا راح نكون متجاوبين لمتطلبات السوق، متطلبات العملاء. العملاء شو يحبون؟ السوق شنو يفرض علي؟ الظروف الخارجية شنو تفرض علي؟ فلينا بنوصله في هذه الخلاصة أن طول ما نحن في بيئة عمل فغالبا ما سنخضع إلى أفعال أو تحديات أو ظروف أو فرص تأتينا من الخارج، وإحنا نبني عليها ردود أفعالنا وطرقنا في التعامل مع هذه الظروف. ومثل ما قلنا، ردة الفعل تكون أحيانا غير مدروسة، لذلك علينا مراقبة أفكارنا وقناعاتنا وقيمنا في العمل ومبادئنا في العمل عشان نحسن التصرف. الإنسان عنده طريقتين للتصرف، عنده طريقة التصرف بالعقل الواعي وعنده طريقة التصرف بالعقل اللاواعي. بالعقل الواعي يكون الإنسان مركز، تركيزه حاضر، ذهنه حاضر، فلما يختار أي قرار في حياته أو في شؤون عمله اليومي فهو يختار القرار بناء على وعي ودراية بالخطوة اللي هو ياخذها. أما إذا كان مو مركز بهالدرجة العالية من التركيز والتمعن في الموقف اللي هو يمر فيه، فرح يستخدم أكثر العقل اللاواعي. فالعقل اللاواعي الإنسان رح يستخدم تجاربه السابقة ويسترجع ذكرياته القديمة في ذات الموقف أو في المواقف المشابهة ويبني عليها قراراته الجديدة. يعني لنفرض أنه هو جاءت أوامر سابقة من مدير سابق ما كان يعامله بشكل جيد، والحين يا المدير يمكن أفضل، بس هو تعود يكره تلقي الأوامر لأنه كرهها في التجربة القديمة أو مع المدير السابق. فحتى المدير الجديد لما يعطيه بعض الأوامر أو التعليمات ما رح يتقبلها ويمكن يواجهها بنفس العدائية السابقة. فمرة ثانية، لما نواجه أي مواقف في العمل من الضروري قيادة وإدارة أفكارنا وانفعالاتنا ومشاعرنا اتجاه الموقف اللي احنا نخوضه. بالنهاية احنا ودنا نطلع بصورة حسنة وبسمعة جيدة أمام أنفسنا، أمام مدراءنا في العمل، أمام زملائنا في العمل، وموقفنا أو سمعتنا حتى في المؤسسة اللي نعمل فيها. الإنسان ممكن ينتقل إلى تجارب أخرى في الحياة، فإذا ما أحسن استغلال الموقف الحالي وبناء سمعة جيدة في وظيفته الحالية، ممكن تنتقل مع التجارب السيئة أو التجارب غير الناجحة خلينا نسميها من العمل السابق إلى العمل الجديد. يقول بعض الشباب والله أنا خلنا أترك وظيفتي الحالية ويصير خير إذا رحت الوظيفة الجديدة اللي أنا أحبها وأطمح فيها، ذيك الساعة يصير خير، أنا أصير شخص أفضل أو أشتغل بطريقة أفضل. هالكلام مو صحيح. إذا ما كان الإنسان عنده إرادة عالية في أنه يدير شؤون حياته وأفكاره وأعماله وخطوات عمله بالشكل الصحيح من البداية، ولا ما راح تتأصل في السلوكيات المهنية الصحيحة والقيم المهنية الصحيحة اللي راح تنتقل معاه من مرحلة عمل إلى أخرى. وأيضا احنا محتاجين إلى تعزيز وبناء هذه القيم والسلوكيات المهنية ونموها مع الوقت. فما يصير أنا أقول بعد فترة طويلة أنا بصير شخص أفضل أو في الوظيفة التالية بصير شخص أفضل، لأن كل شيء أبني اليوم رح يكبر وينمو معي بشكل أفضل. ابني اليوم أشياء جيدة وصحيحة على مستوى الأفكار والسلوكيات والأداء الوظيفي، وإن شاء الله تحصدون أشياء أفضل وأكبر في المستقبل. ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة غدا من برنامج أجمل بداية.